السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. مغاربة يوقعون على عريضة شكر للملك محمد السادس تشيد بمجهوداته تجاه الوطن والمواطنين. أطلق المغاربة حملة المليون توقيع لتقديم الشكر للملك محمد السادس اعترافا بالمجهودات التي يبذلها ولا زال يبذلها تجاه الوطن والمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي كانت محطة إعجاب الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية والصحف التي اتخذت من الإجراءات الاستباقية التي قام بها المغرب لمواجهة الوباء عنوانا عريضا على صفحاتها الأولى وبالخط العريض. ووصل عدد التوقيعات لحدود الساعة إلى أزيد من 11,000 توقيع في ظرف وجيز، والتي من المنتظر أن تصل إلى 15,000 توقيع كمرحلة أولى وبعدها للمليون، حيث عرفت تجاوبا كبيرا من قبل المغاربة مشددين على أن هذه الخطوة أقل ما يمكن تقديمه لعاهل البلاد الذي اتخذ إجراءات حاسمة واستباقية لحماية المغرب والمواطنين. يعرف المغرب اليوم التزاما كبيرا من قبل معظم المواطنين فيما يخص التدابير الاحترازية والوقائية بمساعدة الجهات المعنية والسلطات والأطر الطبية وكل الأطراف المسؤولة، وذلك للتصدي لهذا الفيروس. ومعلوم أن المغرب سجل صباح يومه الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 1431 بزيادة 57، حيث وصل عدد حالات الوفيات إلى 105، فيما بلغ عدد حالات الشفاء إلى 114 حالة. شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.